هلو جايز، النهارده هنشرح مع بعض جريد 2 كونكت بلس. وكالعاده بحب افضل في كونكت بلس او مناهج التجريبي كتاب ماي تيتشر، تلكم من افضل الكتب ودايما بقولها اللي بيبقى عليها اسئله وشرح توضيحي، كميه اسئله رهيبه بتخليني استغنى عن اي ملازم. اوكي هنبدا مع بعض يا اولاد، هنشرح اول حاجه في ليسون 1 الوردز او الكلمات الجديده. يلا هنجيب الوردز مع بعض. هلو هلو، كيف حالك؟ هاو يلا هاو ار يو، وشكرا ثانك يو، صباح الخير جود مورنينج، جود مورنينج، مساء الخير جود ايفنينج، جود ايفنينج، اهلا. برضو ممكن اقول بدل هلو بقول كلمه ايه؟ هاي. انا بخير، اي ام اوكي، اي ام اوكي. اسمها ايه يا محمد؟ I am okay. I am، ما بحبش كلمة I am دي. I am okay. I am okay. Okay. بعدها أراك قريبا. مين جابها؟ يلا يا ساجة سمعها لنا. See you soon. أراك قريبا. تحية بعد الظهر لما الشمس خلاص قربت تمشي، بقول إيه يا يوسف؟ Good afternoon. Good afternoon. وأنا خلاص داخل أنام يا عبد الرحيم، بقول good إيه؟ Good morning. لا good morning وأنا داخل أنام، عيب يا راجل. عيب يا راجل. جود ايه؟ عيب يا راجل. جود نايت. جود نايت. جود نايت مام، جود نايت داد، جود نايت ماي سيستر امل، وبخش انام على طول. جود نايت. طيب يبقى كلمه الصباح نفسها اسمها مورنينج، كلمه المساء ايفنينج، كلمه بعد الظهر افترنون، افترنون، كلمه الليل نايت. تمام. في عندنا بعض الجمل زي كلمة وقت الذهاب للمدرسة بنقولها ايه يا شباب؟ It's a time for school. وقت الذهاب للمنزل It's a time to go home. لقد عاد أبي من العمل وأهلا بشنطة الفاكهة اللي هيبقى شايلها، بنقولها ازاي؟ Dad has arrived. Has arrived يعني أبي وصل. Home للمنزل، from work من العمل. بنكملهم مع بعض، هنسيب الأكتيفيتي لأن أنا دايما الأكتيفيتي بحب أحلها as a part 2. هناخد في listen 2 الوجبات. يلا كلمة فطار يعني إيه؟ break breakfast. برافو. الفطار يعني ايه؟ breakfast. ام يعني ايه؟ mom. ام يعني ايه؟ mom. الساندوتشات بنقول عليها ايه؟ لا 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 ساندويتشز. ساندويتشز لا مش ساندويتشز، دي ساندويتش ايه؟ تجعلني يا بنتي. ساندويتشز اسمها ايه؟ ساندويتشز. طيب التنس زي ما هي؟ تنس زي ما هي؟ تنس. يبقى لعبة التنس زي ما هي تنس مدرسة؟ سكول. الغدا؟ لا لانش. لانش. الغدا؟ لانش. غدا؟ لانش. طيب مية؟ ووتر. واقدر اقول عليها ووتر. ليه بقى يا تيتشر سمر تقولي عليها ووتر؟ علشان في معلومة بتقول ان حرف تي لو جه ما بين two letters two vowel letters بنقدر ان احنا نقراه ار ووتر. طيب الدراجة اسمها ايه؟ دراجة سيارة. بايك. دراجة اسمها ايه؟ بايك. طيب في عندنا بعض الافعال هنقراها مع بعض، يلا بنكملها. يستيقظ. يستيقظ. جيت ايه؟ جيت اب. جيت اب. يستيقظ. جيت اب. طيب وجبة الفطار؟ بريك ايه؟ بريك فاست. وجبة الفطار؟ بريك فاست. طيب الغدا؟ لانش. الغدا؟ لانش. وكلمة ساندويتش زي ما هي؟ ساندويتش. ساندويتش مش ساندويتش، اسمها ايه؟ ساندويتش. يلا جيت اب. جيت اب. بريك فاست. بريك فاست. لانش. لانش. ساندويتش. 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 بعد كده بنتكلم على جزء الجرامر. جزء الجرامر بيتكلم عن البريزنت سيمبل تينس، زمن المضارع البسيط، وشرحناه اكتر من مره. البريزنت سيمبل تينس، اول ما اقول سيمبل، سيمبل يعني حرف الايه؟ اس. افتكروه بحرف الايه؟ اس. بصوا حتى اسمه ايه؟ سيمبل، بسيط، بيبدا بحرف الايه؟ الاس. الاس. يبقى البريزنت سيمبل المضارع البسيط اس، بفتكره بحرف الاس. طب انا عايزه احله بطريقه سهله يا مس سمر بدل الناس اللي بتقعد تحفظ دي مش فاهمين منهم حاجه.
هنقولها ازاي؟ قلت لكم اغنيه بسيطه قوي هتخليكم تحلوا اي حاجه في البريزنت سيمبل. ايه هي؟ مين بيحب الاس الهي والشي والات؟ مين بيحب الاس الشي والهي والات؟ الهي والشي والات يعني ايه يا مس سمر؟ يعني انا دلوقتي هديكم امثله، مثلا هسال محمد، يعني انا يا محمد لو قلت لك هي، الهي بتحب الاس؟ لا بصي لي انا، الهي بتحب الاس؟ غني الاغنيه وانت تعرف مين بيحب الاس الهي والشي والات. يبقى الهي، الهي بتحب معاك حرف الاس؟ يبقى هتختار لها ايت ولا ايتس؟ برافو عليك. سجا شي بلاي ولا بلايز؟ ليه؟ عشان الشي بتحب حرف الاس ولا لا؟ برافو. عبد الرحيم اي بتاخد ايت ولا ايتس؟ غني الاغنيه الاول، مين بيحب الاس الهي والشي والات؟ سيبي عبد الرحيم هو اللي يتكلم. مين بيحب الاس الهي الهي والشي والات؟ طيب الاي بقى بتحبها؟ الاي بتحبها ولا لا؟ بتحبها. ازاي؟ هو مش لسه مغني الاغنيه وقال مين بيحب الاس الهي والشي والات؟ حد جاب سيره الاي؟ لا لا. يبقى ازاي بتحبها؟ يبقى الاي هتاخد ايت ولا ايتس؟ ايت. ايت بس. برافو عليك. ما تيجي شارك معانا كده، انت جديد بس هتشارك معانا عارفه. ثواني، لو انا قلت لك ات بلاي ولا بلايز؟ بلاي ولا بلايز؟ غني الأغنية الأول، مين بيحب الإس الهي والشي والإت؟ قولها تاني، مين بيحب الإس الهي والشي والإت؟ طيب أنا قلت لك دلوقتي إت، يبقى تاخد بلاي ولا بلايز؟ ها؟ بلاي. عشان الشي إت عاوزة إيه؟ عاوزة حرف الإيه؟ قول ما تخافش، عايزة حرف الإيه؟ الإس. تمام. طيب وبعدها احنا بنقول عايزين نعرف دونت ولا دازنت في النفي. لو انا مثلا يا مايا تعالي، لو انا قلت لك سي داون شي سي داون، لو انا قلت لك شي بتاخد دونت ولا دازنت؟ بصي لي انا عايزاكي تبقي فاهمه، ما تبصيش على كتاب. دونت ولا دازنت؟ غني الاغنيه وانت تعرفي هي بتحب الاس ولا لا. دازنت. ليه؟ عشان الشي. قولي لي كده، لان الشي بتحب ايه؟ ذا ليتر اس، حرف الاس. يوسف الوي، الوي بتحب الاس؟ يبقى تاخد بلاي ولا بلايز؟ بلاي. برافو عليك، من غير ما يحس. هم اللي بيشرحوا البريزنت سيمبل بابسط ما يمكن. يلا يا ساندي. زي بتحب الاس معاكي ولا لا؟ غني الاغنيه وانت تعرفي مين بيحب الاس. طيب يبقى ازاي بتحبها؟ ازاي بتحب ولا لا؟ يس ولا نو؟ ازاي بتحبها؟ احنا قلنا ازاي في الاغنيه؟ لا. قلنا مين بيحب الاس؟ الهي والشي والات. حد فينا جاب لك سيره ازاي؟ يبقى مش عايزه اس، يبقى تاخد بلاي ولا بلايز؟ دو ولا داز؟ عشان هتاخد اي حاجه ما فيهاش حرف الايه؟ الاس. وبكده قرينا الكلمات بتاعت اليونت، وكمان شرحنا جرامر بريزنت سيمبل تينس من غير ما تحسوا. حد حاسب حاجه؟ انا زي شكه ابره. ثانك يو سو ماتش، جود باي.